إذا سأشرح مع التصحيح وملء البطاقات بالأعداد المناسبة. كيف أملأ بطاقة أو كيف أكتب عددا ناقصا بحيث أحافظ على متتالية الأعداد؟ لاحظوا معي، هناك عدد ينقصني من ثلاث مراتب، إذا نلاحظ أن رقم المئات في العدد الأول ورقم المئات في العدد الثاني لم يتغير، إذا سأكتب ثلاثة، لم يتغير. مفهومة لنا؟ نعم. الآن أربعة وأربعة أيضا لم يتغير، سأكتب الأربعة. واثنان ثلاثة تتغير. نعم تتغير. اثنان ثلاثة أربعة. جيد، إذا من يقرأ هذا العدد؟ نعم عبد الملك. جيد، ننتقل إلى المتتالية الثانية، يعني ينقصنا عدد رزان، ينقصنا عدد، إذا لدينا 83 مرتبتان و85 مرتبتان، يعني العدد الأوسط يكون مكونا من مرتبتين فقط. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الثمانية لم تتغير، فماذا أكتب هنا؟ ثمانية لم يتغير، إذا ثمانية في العشرة، ثم ثلاثة، ماذا يأتي بعده؟ أربعة. ما هو العدد؟ أربعة وثمانية. إذا أول عدد ناقص عبد الملك، ثم لدينا مئة، ثم لدينا 101. إذا 1 2 3، ولكن ماذا لدينا؟ لدينا أصفار في الوحدات والعشرات. لدينا أصفار في الوحدات والعشرات. ما هو العدد الذي يسبق؟ سأفكك هذا العدد إلى كم؟ 10 زائد 100 يساوي 10 زائد. درسنا متمم العدد إلى 100، درسناه نسيته. متمم العدد إلى 100، 100 يساوي 10 زائد. ما هي العشرة التي تسبق 100؟ ما هي العشرة التي تسبق 100؟ 90. أحسنت، إذا 9 في الواحد العشرة. ماذا يسبق العشرة؟ 9. جيد، إذا العدد هو 99. ثم نقرأ 99، 100، 101. ننتقل الآن إلى المتتالية الرابعة. ثلاث أعداد، دائما العدد الذي يسبق هو الناقص. دائما عبد الباقي، العدد الذي يسبق هو الناقص. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك 6 وهناك 7 في الوحدات. 1 في المئات، 1 في المئات، 8 في العشرات، 8 في العشرات. إذا ماذا نكتب؟ هل العدد مكون من رقمين أم من ثلاث أرقام؟ من ثلاث أرقام. ماذا نكتب؟ 1 1، ماذا نكتب في المئات؟ ماذا نكتب في المئات؟ 1 في المئات، 1 في المئات، ماذا نكتب؟ 1. نعم، لأن ليس لدينا أصفار هنا، ليس لدينا أصفار مثل المئة. إذا لدينا 8 ولدينا 8، ماذا أكتب؟ 8، لأن ليس لدينا الصفر هنا، يعني تبقى 8 كما هي. ولدينا 6، ما الذي يسبق 6؟ 7. يسبق 6 5، والعدد يصبح 100 و5 آخر المتتالية. إذا المجموعة هنا لدينا 97 رقمان ولدينا 99 رقمان، فالعدد من كم مرتبة؟ كم مرتبة هذا العدد؟ خطأ، مرتبتان. إذا عندنا مرتبة العشرات ومرتبة الوحدات. إذا لدينا 9 هنا و9 هنا، ماذا أكتب؟ 9. تبقى كما هي. 7، ما الذي يلي 7؟ 7. بسيطة جدا، نتدرب على مثل هذه التمارين فنصبح ماهرين في إيجاد الأعداد الناقصة.
الفرصة في مثل هذه المتتاليات متتالية العدد.